وتفتح نقاش اخر، واكيد غتكوني تبعتي حتى هو الاجور. شفنا ارقام برغم انه باقي ما كاينش مخبي وزوين. سمعنا ارقام، سمعنا 180، سمعنا 90 مليون، سمعنا ماذا؟ صحت هذه المعلومه؟ المعلومه خاطئه خاطئه، انا كنقولها خاطئه. كاين 180 كاين 90 مليون كاين 60. شوف انا باش ما نكذبش عليك، انا ما عارفاش الممثلين الاخرين شحال كياخذوا، ولا انا بعيده كل البعد على هذا الشيء، ولكن هذه المعلومات خاطئه. وديجا ماشي انا الوحيده اللي صرحت بها، بزاف ديال الممثلين في لاسيغي صرحوا بهذه القضيه هذه. دوك الاجور ما كايناش حتى انا تبارك الله، ما عرفت شحال داروا ليا. 18 مليون تبارك الله. شنو درت معاه ما نقولش لك، تعيدنا اخويا ما نقولش لك. لا هادشي ما كاين، هادشي ما كاين باقي. جو بونس باقي ما وصلناش في المغرب نتخلصوا زعما بهاد الاجور هادو. حنا ماشي في شي دوله اللي تبارك الله عندهم لي بروجي بزاف، ماشي في لا تركي ولا في امريكان ولا. دابا 18 كاين ولا ما كاينش؟ لا ما كايناش، لا ما كايناش. لا مواتي؟ لا حتى داك الشيء ما كاينش. شوف انا ما غنقولش، ما نقدرش نقول بيان سور، حيت بوغ مو هذا كيبقى سر المهنه وشي حاجه اللي كتكون بيني وبين شركه الانتاج. ولكن هذا الشيء زعما هذا الموضوع. شوفي غاندي، شوفي الباكتور ديالك ضابطي الجواب. لا داك الشيء اللي كاين، داك الشيء زعما بيناتنا فريمون ما كنقدرش نصرح بهذا الشيء، ولكن هاد الاجور الباهظه ما كاينينش. لا هاد الشيء هاي الناس كيبقاو كيقولوا صافي واخا هنايا.